رابع قاعدة درس ضمادات الجروح هي عبارة عن المفعول لأجله. سبع ودرسنا سابقا عن ما يسمى بالمفعول به، والمفعول به ذكرنا سابقا أنه هو ركن من أركان الجملة الفعلية، ركن من أركان الجملة الفعلية في حال الفعل احتاج له وكان فعلا متعديا. المفعول به دائما منصوب، مظبوط؟ تمام. المفعول لأجله هو نوع من أنواع المفاعيل. المفعول لأجله نوع من أنواع المفاعيل. طيب يا ميس، شو يعني المفعول لأجله؟ المفعول لأجله معناه سبب، هو كلمة تعطي سبب حدوث الفعل أو توضح سبب حدوث الفعل. مفعول لأجله كلمة توضح أو تعطي سبب حدوث الفعل. كيف يا مس؟ تعالوا نشوف كيف يعني توضح سبب حدوث الفعل. لو اجيت حكيت لك يا رابع أقف احتراما لمعلمي، أقف احتراما لمعلمي، بيجي طالب بيسألني لماذا تقف، فأجيبه احتراما لمعلمي. إجابتي كانت سبب قيامي بفعل الوقوف، مظبوط؟ بما أنه سبب قيامي بفعل الوقوف هو احتراما لمعلمي، إذا احتراما تعرب مفعول لأجله، تعرب مفعول لأجله. طب يا مس، كيف بدي أعرفها؟ من خلال سؤالي ب أداة الاستفهام لماذا؟ إجابة لماذا دائما تعرب مفعول لأجله، إجابة لماذا تعرب مفعول لأجله. أستطيع اختصار مفعول لأجله بهذا الشكل، ميم تعني مفعول ولأجله واضحة. طيب خلينا ناخذ إعراب، نتابع. رابع أقف احتراما لمعلمي، سنقوم الآن بإعراب الجملة كاملة. أقف هي عبارة عن الفعل الموجود في الجملة. أقف، ألاحظ هل الفعل مستمر أم حدث في الماضي وانتهى أم يؤمر بحدوثه الآن أو يطلب بحدوثه الآن؟ لا، هو أقف فعل مضارع. ليش مضارع؟ لأنه لازلت أقف، والفعل المضارع من علاماته الرفع بالضم، إذا هو فعل مضارع مرفوع بالضم. من الذي يقف؟ أنا الذي أقف. إذا الفاعل كما أخذنا سابقا هو ضمير مخفي، وأقول ضمير مستتر تقديره أنا. من الذي يقف؟ أنا الذي أقف. إذا الفاعل هو أنا. طيب احتراما، رح يجي طالب ويحكي لي طب مس ليش ما بنعربها فاء مفعول به مثلا بما أنه التنتان منصوبات. طيب يا مس خلينا نمشي واحدة واحدة. أقف احتراما، لو إجينا إحنا بنعرف أن المفعول به يسأل عنه بماذا، مظبوط؟ مفعول به يسأل عنه بماذا. طيب خلينا نجرب. أقف احتراما لمعلمي، لو إجينا سألنا ماذا أقف، هل الجملة صحيحة؟
ماذا أقف؟ هل الجملة صحيحة؟ الجملة خاطئة. لو إجيت سألت لماذا أقف؟ سيكون الجواب أو ستكون الإجابة هي احتراماً. إذا بما إني أنا سألت بلماذا وطلع عندي الجواب احتراماً، هاي إحدى علامات وجود المفعول لأجله في الجملة، فالمفعول لأجله يسأل عنه بلماذا، لذلك احتراماً تعرب مفعول لأجله منصوب بتنوين الفتح، احتراماً تعرب مفعول لأجله منصوب بتنوين الفتح. لمعلمي لي حرف جر ومعلمي اسم مجرور بالكسر مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. إذن لام حرف جر ومعلمي اسم مجرور بالكسرة المقدرة. هيك بتكون خلصت قاعدة المفعول لأجله. سنرى في الفيديو بالعرض التقديمي الباوربوينت رح تلاقي شرح تاني للقاعدة، استعين فيه وأرجو إنه تكتبه على دفترك عشان ما تنسى القاعدة أبدا بإذن الله.